الحكي من زمان، من وقت ما اختار الانسان القديم انه يعيش ببيت ثابت، هو عطى اهميه لكل اقسام البيت، سواء القسم النهاري وقسم الليلي، حتى قسموا على هالسيستم هذا، انه انا عندي قسم نهاري بدي امارس فيه فعاليات، وعندي قسم ليلي كمان نفس السيستم، فكل قسم اولى فيه اهميه او اعطاه اهميه مختلفه عن القسم الثاني، فانا ما فيني اقول انه انا عندي قسم مهم وقسم غير مهم، لا، كل اقسام البيت مهمه. فبالتالي اهميه هذا القسم تندرج على كذا مرحله، بمعنى انا كل قسم لما بدي اعطيه اهميته بدي اعطيه اهميته من حيث التوجه او التوجيه بالمرتبه الاولى، بدي اعطيه اهميته من حيث الفرش، من حيث الالوان، وحكينا بكذا قصه قبل بمره. فبالمرتبه الاولى لما انا بدي احكي عن التوجيه، بدي عفوا عن الفراغات، احكي عن توجيه هاي الفراغات واهميه توجيهها وكيف التوجيه الصح لهي الفراغات. فانا بالمرتبه الاولى بيجي بقول انه انا عندي شيء موجود بالطبيعه لازم استغله بفراغ معيشتي، بمعنى انا عندي شمس موجوده، عندي هواء، عندي اضاءه، كيف بدي استغلها بالطريقه الصحيحه وكيف وجه البيت تبعي او فراغات المعيشه لما انا بدي يكون اما عندي عم عيد احياء بيت او هلا عم ببني بيت جديد، فانا بدي انتبه كثير على هذا الموضوع. فمثلا انا لازم دائما تكون فراغات الخدميه، المطابخ والحمامات، تكون موجهه نحو الشمال قدر المستطاع. طبعا هذا الحكي احنا حنحدده ضمن منطقتنا بحسب الظروف المناخيه من رياح او من شمس، فدائما توجه الفراغات نحو الشمال بتعطيني حركه هواء اسهل، بمعنى دخول الهواء وخروجه دون انه يخلي الروائح اللي صادره من المطبخ تدخل داخل المنزل، فدائما بحب يوجه الخدمات او الفعاليات الخدميه نحو الشمال. بالإضافة أن الفعاليات المعيشية، غرف الجلوس، غرف المعيشة، غرف الطعام، دائما بحب تكون موجهة جنوبية أو جنوبية غربية لحتى أكسب قدر المستطاع الشمس. دائما أنا استخدامي لغرف المعيشة هي في خلال فترة النهار، فأنا لازم استخدم فيها أو لازم بمعنى يكون فيها شمس أكثر. بالإضافة أيضا غرف النوم دائما بنحب تكون موجهة نحو الشرق كمان حتى تأخذ شمس. فأنا إذا بدي أعمل هيك اختصار للموضوع كله، دائما بحب بقول باختصار أنا كل شيء غرف معيشة، غرف طعام، غرف نوم بحب وجهها نحو الشمس، كل شيء غرف خدمية لا بحب وجهها نحو الشمال لحتى أحاول قدر المستطاع استغل حركة الهواء. هلا الشيء اللي ممكن انا لاحظته كثير عامر، اوقات بتفوت على بيت بتحسه انه هو كثير بيت ضيق وبيت صغير، نفس الشخص بيطلع على مكان ثاني بيجي شخص بداله، فبتحس انه لا المساحه وسعت، طريقه ترتيبه تغيرت، عطت مساحه، حتى اوقات بتقول انه هذا نفس البيت اللي انا اجيت عليه قبل مره. فوين نقطه يمكن الفرق اللي بتعمل الفرق بين انه نحن ناخذ هي المساحه خاصه للبيوت الصغيره وبين انه نحسه مكان ضيق واوقات يعني بضايق؟ تماما. هلا هذا الحكي كثير مهم وكثير بنلاحظه لما بتكون صاحبه البيت القديمه مثلا باعت البيت او اجرت البيت، اجت تعمل زياره لصاحبه البيت الجديده، فبتقول انه هذا مو بيتي، انه شو عملتي فيه يعني. فهذا الشيء كثير بنلاحظه بسبب انه احيانا بيكون الاخطاء بترتيب الاثاث بالبيت او شو حطينا بهالفراغ هذا بتاثر بشكل كثير كبير. يعني بمعنى واحده من الاخطاء اللي كثير شائعه عند كثير ستات بالبيت، وجود الستائر اللي كثير معجوقه وفيها زخارف وفيها قصص كثير، بتعطي احساس بانه الفراغ ضيق، لانه الستائر اساسا بتكون ثقيله، بتكون فيها زخارف وفيها الوان ثقيله وجامده، فبتعطي احساس انه الفراغ ضيق كثير، فهذا الشيء بيعطيني انا نفسيا بتضايق لما بكون موجود. احيانا كمان بنلاحظ انه في بعض الستات او بعض اللي بتحب الستائر القصيره، الستائر القصيره حتى لو كان ارتفاع السقف تجاوز 3 امتار لحالها حتعطيني احساس انه السقف منخفض. فانا دائما لما بيكون عندي سقف مرتفع ممكن انا اخفض ارتفاع الستائر، ممكن اعطي، هذا نحكي طبعا بالفيلا بنحكي بالمساحات كثير كبيره، ممكن اعطي ستائر ضخامه اعطيه لحتى اكبر الفراغ واعطيه فخامه للفراغ، بس انا لما يكون عندي فراغ صغير ما بقدر اجي احط هالشيء اللي بشوفه بالصور او بشوفه احيانا بكون عم بتفتل بالمول، بفوت على قسم الفرنتشر او قسم المفروشات بقول هي حلوه، هي اوكي حلوه بمكانها، بس انا اذا جبتها لعندي بجوز ما تكون حلوه، الفراغ اللي عندي بجوز ما تتناسب مع الفرش، بجوز ما تتناسب مع السجاد، فانا لازم كثير ست البيت تنتبه على هذا الموضوع، انه انا عندي فراغ له خصائصه، له ميزاته، بدي اعرف شو خصائصه واعرف كيف استغل ميزات هذا الفراغ. حتى المبالغه بالاكسسوارات اوقات بتاذي المنظر، حتى ما عندنا راحه نفسيه. بفوت احيانا على فراغات بتلاقي ما فيها شيء، فراغ كثير نظيف عباره عن طاوله طعام مع كراسي مرتبه مع اكسسوارات بسيطه على الطاوله، عم تعطيني احساس كثير حلو. بنفس الوقت نفس الفراغ اذا بيجي بيعجق الطاوله بالاكسسوارات زياده عن اللزوم، بحس انه انا خلص ماني مرتاح بهذا الفراغ، بس بدي اطلع من هذا الفراغ. وهذا الشيء بنشوفه، وهذا الشيء كثير بيلعبوا عليه اصلا لما بيعرضوا المفروشات، طريقه عرض المفروشات، يعني بنلاحظ في صالات عرض بيكون فيها ارتفاع السقف عالي، فبيعرفوا شو يعرضوا، شو يحطوا، كيف تنحط كل قطعه. فانا اما بدي اجي اخذ كل شيء معروض
اخذه لعندي على البيت حطه عندي مثل ما هو، لانه هو اساسا مرتب مع بعضه، وهذا الشيء ما له منطقي وما له صح اصلا، لانه بالنهايه مو بجوز ما يكون ذوقي اصلا المعروض. فانا لازم واكب هذا الشيء اللي موجود بالسوق وموجود عندي بالبيت مع بعضه حتى اطلع لوحه فنيه متناسقه كامله. اكيد. طيب اذا حكينا شوي بالتفصيل عن بعض القطع اللي بتكون موجوده بالبيت، يعني احيانا في ناس بتحب الزريعه، تمام، بتحط زريعه بكثير اماكن، كان بغرفه الجلوس او حتى بالصالون، صحيح، حتى امام البيت من باب البيت من برا، وفي ناس لا بتحب خليني اقول التحف او التماثيل، فبتحط تماثيل بشكل كبير، تمام، او قطع معينه، كيف توزيعها بيكون بقلب البيت، وامتى بنقول هذا صار مضر، عم يعطي منظر بشع او حتى عم بيروح المساحه بشكل صح؟ هلا بلا شك الزريعه او خلينا نقول الغطاء الاخضر بشكل عام ضمن المنزل هذا شيء كثير مهم، سواء صحيا او نفسيا او حتى جماليا، يعني هو وجود عنصر نباتي اخضر كثير كثير شيء مهم بضمن الفراغات المنزليه، بس بدي اعرف وين بدي احطه، يعني اول شيء بدي اعرف من الناحيه الصحيه، ثاني شيء بدي اعرف من الناحيه الجماليه، يعني كلياتنا بنعرف من الناحيه الصحيه وجود اي عنصر اخضر ضمن فراغ النوم بيسحب الاكسجين خلال فتره النوم، كلياتنا بنعرف العمليه اللي بتصير بالنبات، فهي عمليه سحب الاكسجين اللي بتصير بالليل حتى تضايق لي نفسي، فانا وجود النبات الاخضر بغرف النوم هذا شيء كثير مؤذي للشخص صحيا. هلا اذا نحكي جماليا، احيانا وجود العناصر الخضراء المبالغ فيها كحجم او اللي بتمتد بشكل كثير كبير وبتعطي كثافه وضمن فراغ معيشه، هذا الشيء بيسبب نوع من تشتت المنظر، يعني انا ما عم بطلع على فراغ واحد بدي اشوفه لوحه كامله، ما بدي يكون في عندي شغله كبيره عم تقطع لي هذا المشهد. عنصر على حساب عنصر اخر. تماما، عنصر على حساب عنصر اخر، فانا وجود العنصر الاخضر مهم لكن بطريقه متناسقه ومتناسبه مع الفراغ اللي انا موجود فيه. نفس الشيء للحكي للتماثيل، لما فوت انا على فيلا غير لما فوت على بيت، فوجود التماثيل مثلا دائما بالفيلا بنشوف وجود تماثيل ضخمه، هذا الشيء يجب يكون يعني لازم يكون موجود هيك قصص لحتى تعبي الفراغ الموجود، عندي فراغ كبير بدي اعبيه، بس انا بالبيت مو ضروري انا فوت على بيت لاقي فيه تماثيل، يعني انا بالنهايه البيت في له ارتفاع سقف معين، في له مساحات معينه، وجود تمثال احيانا ممكن يسبب يعني كل شيء ديكورات وكل شيء الوان عامله كبيتها فورا يعني ما عاد بدي اياها كلياتها بوجود هالتمثال الغلط مكان. تمام. حتى اوقات في كثير اشخاص بيكونوا ببيت واحد، شخص بذوقه هو بيواكب كل شيء جديد واسلوب حديث، والبعض الاخر هو شوي تقليدي او بحب التحف والتراث، لما بيدمجوا بين يمكن الذوقين فبصير المنظر مزعج، صحيح، للعين، يعني هذا صحيح. الشيء كيف فينا نحن نحاول نرضي الذوقين، لانه ممكن اوقات يكون زوج وزوجه كل حدا بيحب شيء خاص فيه، كيف فينا نرضي الاثنين بطريقه لطيفه ما تاذي النظر؟ هلا مثل ما حكيتي حضرتك دائما بنعاني من هذا الموضوع بالمكاتبنا الهندسيه، انه بتجي الزوجه حابه تعمل شيء جديد، بيجي الزوج حابب يعمل شيء كلاسيكي. هلا بشكل عام وعالميا مشان هذا يعني بهذا الموضوع بالذات دائما عملوا دمج بين الطرازين او بين حتى اكثر من طراز بنفس الوقت لحتى يخلقوا لوحه جديده، يعني انا بلاحظ احيانا في جمع بين الطراز المودرن او الحديث مع الطراز الكلاسيكي، هذا الشيء ممكن انا مو بشكل مباشر او بشكل هيك بحيث العين دغري تقفره، لا انا ممكن اجمع الشيء التقليدي اللي كنت نشوفه اللي كنا دائما نعرف ببيوتنا، الطقم المزخرف، الصدف المنشغول بالايد، لما بدي اجي ادخله على فراغ كثير محدث، سقف كثير جديد حيسبب لي تشوه، فانا هون بدي اجي واكب، انا ممكن نفس الطقم هذا بجوز بتغيير نوع القماش اللي بنجد فيه الطقم، حتى لونه احيانا بنلاحظ كثير وكثير عم نشتغلها وكثير عم نعملها ببيوت، نفس الطقم بنعيد بخه، يعني بنعمل لون جديد لهذا الطقم، نستغني عن بعض الزخارف، احيانا بيكون في زخارف ذهبيه، احيانا بيكون نستغني عن هي الزخارف، بنخلي اللون ساده، بندخل لون القماش بيكون لون جديد، ممكن يكون معرق، ممكن يكون في عرق خفيف بسيط، ممكن نحول هذا الطراز من الشيء اللي كان كلاسيكي او الكلاسيكي البحت لنوعا ما بنقول له يعني كلاسيكي مودرن، او يعني خلينا نقول بين الكلاسيكي وبين المودرن، هون احنا بنكون عم نرضي الذوقين بالمرتبه الاولى، احيانا كمان بنلاحظها كثير كثير بتصير انه السجاد اللي بيكون بالبيت انه الطقم الموجود او الفرش الموجود هو فرش مودرن، بيكونوا عم ينقوا سجاد، بينقوا سجاد كلاسيكي او سجاد اللي بنسميه التبريزي او الحفر او هدول القصص، هذا الشيء ما بيتناسق مع بعضه نهائيا، فانا هذا عن جد بحب كثير وجه ملاحظه عن هذا الموضوع، وجود السجاد او انتقاء السجاد هي عمليه كثير مهمه، لانه السجاده يعني خلينا نعتبر لما ست البيت عم تلبس ثيابها فهي السجاده بالمرحله الاخيره هي الجاكيت اللي عم نلبسه، فنحن لما انا لابس ثياب كثير حلوه اجيت لبست جاكيت نزعت كل شيء لابسه تحت، فانا بدي انتبه لحجم السجاده للون السجاده، يعني دائما بنفوت احيانا على فراغات تلاقي السجاده فايته لتحت الكنبايات،
طب انه ليه حاطينها السجاده؟ نفس الوقت احيانا بلاقي السجاده فقط تحت الترابيزه اللي بالنص، طب ليش حاطينها؟ ده حتى وجود السجاده لها طرق معينه كيف تترتب، انا يعني قدر المستطاع لازم تكون عم تحيط كل شيء فرش موجود عندي بهذا الفراغ لحتى تكون فراغ واحد متكامل، وبنفس الوقت مع الوانه ومع نوعها للسجاده بيتناسب مع لون الفرش الموجود. يعني افكار كثير اعطيتنا اياها اليوم، يمكن اعاده تنظيم لبعض حتى الافكار اللي موجوده. تمام، ببساطه ممكن اعيد تنظيم الفراغ تبعي لحتى احصل على شيء جديد. يعني اكيد بدنا نشكر وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا عامر، دائما تعطينا افكار جديده وحلوه، شكرا لك.